أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بيني وبين أخي منذ سنوات شحناء وتقاطع، وقام أحد الأشخاص جزاه الله خيرا بعد هذه المدة بالإصلاح بيننا، فكيف أكافئ هذا وقد رجعت العلاقة بيننا؟ أحدثونا عن فضل العفو والصلح بين المتخاصمين. ولم يطلب منكم شيئا، يريد الأجر من الله عز وجل ولا يريد منكم الأجر، إنما لو أصلح بين قبيلتين أو فئتين من المؤمنين وتحمل مالا بمقابل ذلك فهذا من الغارمين، يعطى من الزكاة قدر غرامته. نعم.